نحاول بقدر الاستطاعة باش نزيد في قيمة الدينار، باش الدينار مقابل العملة الصعبة تكون عنده قيمة أكثر. بدينا وفيه بدأ يتحرك، مازال ما وصلناش للمبتغى، ولكن الدينار بدأ يتقوى، اقتصادنا بدأ يطلع. هذه أرقام ما هي لا فلسفة ولا إيديولوجية ولا إذن اقتصادنا بترتيب من كل الهيئات الاقتصادية الدولية والإفريقية، اقتصادنا كنا احنا الاقتصاد الرابح بعد جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، ثم احنا. اليوم راه الاقتصاد الثالث مباشرة بعد جنوب إفريقيا ومصر، لاتروجيام ايكونومي افريكان سي ايكونومي الجيريان. وين كنا؟ هذا أحسن جواب نعطوه الناس اللي يكرهوا بلادهم، الناس اللي قاضين الأبواق هنا وهناك. ها هو كنا على شفا حفرة في 2019 باش نطيحوا نهائيا، وصرنا كما صرا في أماكن أخرى. الحمد لله بلاد وقفت على رجليها، استرجعت العافية نتاعها، ومازال نواصل، لأن هذا هو المبتغى نتاعنا، مازال لازم نزيد نتحسن أكثر فأكثر.